الذي صدر إلى كل العالم وكل الإقليم العربي الكفاءات والعلم والثقافة وفي كل المجالات قادر أن يفهم بأن الوطن وبلدنا هي أولى بنا ابتداء، لأننا حينما نسلط عود هذا الوطن من خلال استطاعته بأن ينهض ويتقدم ويواجه التحديات قادر أن يكون إلى جانب أمته العربية بكل القوة والاقتدار، وتحديدا إلى جانب شعبنا الأبي المناضل المكافح في فلسطين. أهلا وسهلا بكم جميعا. تفضل أستاذ حسن، أردت أن تقول شيئا. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الخلق محمد بن عبد الله عليه أفضل السلام وأتم التسليم. أما بعد، سيداتي سادتي، أهلا وسهلا بكم في هذا اللقاء الطيب الذي نستضيف به أمين عام حزب العمال تحت التأسيس الدكتورة رولا الحروب، ومن منا لا يعرف الدكتورة رولا الحروب. رولا الحروب أستاذة الجامعة والصحفية المخضرمة والسياسية البارعة والناشطة الحقوقية في مجال حقوق المرأة والطفل، والشخصية التي تعتبر ليست جدلية كما يقولون، ولكن أنا أعتبرها الشخصية المميزة في ظل تخاذل نيابي حكومي مستمر على مر سنوات سابقة. نحن هنا باستضافتنا للدكتورة رولا الحروب ونحن في مدينة الجند والعسكر، مدينة البارود والملح، مدينة الصانع والتاجر والزراعي، مدينة كل العمال، ومدينة الحسين وابن الحسين وجد الحسين الأول. نعم، هذه المدينة التي تشكل فسيفساء الأردن، تشكل الأردن كاملا. هذه المدينة من كافة منابتها وأصولها تلتف دائما حول قيادتها. أردنا اليوم أن تكونوا معا ومع فكر حزب العمال، هذا الحزب الذي يشبهنا، هذا الحزب الذي سيكون عنصرا مهما في الدفاع عن حقوقنا وعن مكتسباتنا، هذا الحزب الذي بمبادئه سيكون إن شاء الله أول الواصلين لقبة البرلمان بل لتشكيل حكومات. وإذا كنا في الحكومة وكان هذا الحزب في الحكومة، فاعلموا تماما بأن كل مطالب شعبنا الأردني من كافة أصوله ومنابته ستحل عن طريق هذا الحزب. وإذا لم يكن في الحكومة، وإذا لم يشكل حكومة، فسيكون بالتأكيد في صف المعارضة البناء الإيجابية التي يريدها جلالة الملك. نعم، نحن نسير بظلال الهاشميين في مئويتنا، مئوية الدولة الثانية، والتي تؤكد على الجميع بأن المشاركة السياسية وأولها الحزبية يجب أن تنطلق من كافة المدن الأردنية وبواديها ومخيماتها. والآن لنرفع من هواجسنا موضوع الاعتقال والسجن لأننا حزبيين. لا، الآن الحزب مطلب قيادة ومطلب حكومة ومطلب دولة ومطلب أجهزة ومطلب شعب ومطلب سياسيين ومطلبكم جميعا، لأن بالحزب وفي السياسة تنال ما يكون لك مقدر وتنال ما هو لك، بعيدا عن التمييز والعنصرية والإقليمية. نحن في هذا المخيم دكتورة، وهذا المخيم شاهد عصر على قضيتنا
شاهد عصر على حقوقنا المسلوبة في فلسطين المحتلة. ونحن نؤمن في حزب العمال بأن قوة الأردن ومنعة الأردن هي صمام أمان لتحرير أرضنا في فلسطين، شاء من شاء وأبى من أبى. نحن رأينا في حزب العمال كما أسلفنا بأنه يشبهنا وأنه قريب منا وأنه سيمثلنا خير تمثيل. وفي حزب العمال أيضا لتعلموا أيها الجمع الطيب من أهلي وناسي وعزوتي بأن المنظر الرئيسي في حزب العمال والذي نفتخر به دوما هو الدكتورة رولا الحروب. فقد كان للدكتورة رولا الحروب مواقف الكل يعرفها عندما كانت نائب في البرلمان أو عندما كانت مديرة لجوسات ومقدمة أجمل برنامج وأحلى برنامج، والبرنامج الذي تم إلغاؤه وقطع القناة كاملة. ولكن هذا البرنامج وهذه القناة كانت تدافع عن حقوقنا، وإن شاء الله سيعود هذا البرنامج وستعود جوسات. ولكن بهمتكم أنا أطلب منكم الآن أن تقرأوا البروشور اللي موجود عندنا، وأنا أتحدى أي حزب في الأردن يقدم ما يقدمه حزب العمال. حزب العمال ليس حزب فقط للعمال يا أخوان، حزب العمال للطبيب وللمهندس، كلنا عاملين، كلنا عمال في هذا الوطن. اسمحوا لي بنهاية الحديث أن أوجه تحية لهذه المناضلة السياسية الدكتورة رولا الحروب، وأيضا أوجه تحية خالصة لأجهزتنا الأمنية التي تسهر ليل نهار على حماية ممتلكاتنا وأرواحنا وأمننا وأماننا. فهؤلاء الرجال يستحقوا منا دائما التحية. حمى الله الوطن وحمى الله الأردن وحمى الله جلالة الملك وعاش فلسطين حرة عربية. شكرا. مساء الخير للجميع، كيف الحال؟ يعني أنا اليوم قررت إني بديش أحكي باللغة العربية نهائياً، لأنه عاتبني أحد الإخوة حكى لي: يا دكتورة رولا أنت بتضلك تحكي بلغة يعني بعيدة عن الناس. فحكيت له: يا أخي شو أسوي؟ أنا هاي لغتي بستخدمها في حياتي اليومية. فاليوم قررت إني بدي أغير، بدي أحاول أغير وإن شاء الله الأمور تصلح بإذن الله. أولاً أنا سعيدة جداً بإني موجودة بين أهلنا وعزوتنا وقرايبنا وحبايبنا وأصدقائنا وناسنا في مخيم الزرقاء، في مخيم العودة. هذا المخيم اللي من اسمه مش بس إن شاء الله سيكون محطة للعودة وعنوانا للعودة، ولكنه سيكون عنوانا للنصر. والنصر قادم ولا يضيع حق وراءه طالب. والدنيا دوائر. يمكن اليوم احنا شايفين امتنا العربية في وضع ليس سابقا، يمكن اليوم وضع الأنظمة العربية شوية ضعيف، وضع الشعوب العربية في حالة نزاعات وصراعات، عدونا الإسرائيلي في حالة صعود وعلو، ولكن الدنيا دول. اللي اليوم في الأعلى بكره في الأسفل. الذي يبقى دائما في الأعلى حتى وإن لفت العجم ونزل للأسفل بفترة من الزمن هو صاحب الحق. وأهلنا في فلسطين أصحاب حق، وسيعود الحق إلى أصحاب الحق، كما أن هذا المخيم هو مخيم العودة، سيكون مخيم الحق والنصر بإذن الله، والأردن سيكون كله بوابة للنصر. وهذا وعد إلهي بالمناسبة، يعني هذا مش مجرد كلام لرفع المعنويات.
وعد إلهي في القرآن الكريم، وعد نبوي على لسان رسولنا محمد عليه أكرم الصلاة والتسليم. نحن موعودون بأننا سنهزم دولة الاحتلال، كيان الاحتلال كيان ثامن، والبقاء لأصحاب الحق. اليوم نحن هنا في هذا المخيم من أجل تقديم مشروع، بدنا نعرض عليكم مشروع، وبدي أخاطب أخواتنا السيدات كما أخاطب إخواننا الرجال. يمكن الرجال مهتمين بالمشاريع أكثر من النساء، بس المرأة في بيتها كمان بتشتغل مشاريع. المشروع اليوم هو حزب سياسي يعبر عني، يعبر عن كل عامل وعاملة في الأردن. لما بنحكي حزب العمال، نحن نعرف العمال بشكل مختلف، مختلف عن قانون العمل الأردني، ومختلف عن الفكر الشيوعي القديم اللي بتعامل مع العمال باعتبارهم طبقة البروليتاريا. لما بنحكي عمال، نحن جميعاً في مفهوم حزب العمال عمال. أنا عاملة وإنت عاملة، ربة البيت عاملة، عامل المصنع والمزرعة والتاجر في محله والخياط والخياطة وصاحب الدكان، كل هؤلاء عاملون. اللي بيشتغل لحسابه الخاص عامل، واللي بيشتغل عند الغير هو عامل، واللي بيشتغل في الحكومة هو عامل، احنا بلغتنا بنسميه موظف ولكن هو عامل، واللي بيشتغل حتى في الأجهزة الأمنية هو عامل. بمعنى آخر، اعتباراً من رئيس الوزراء ونزولاً إلى أدنى شخص موجود بهذه القاعة، نحن جميعاً عمال. كمان الشباب اللي بيدوروا على عمل ولساتهم ما وصلوا لفرصة عمل، هم كمان عاملون، هم عاملون في انتظار الحصول على عمل. والمتقاعد سواء مدني أو عسكري أو لحسابه الخاص، المتقاعد اللي اشتغل ومضى من عمره 30، 40، 45 سنة في قطاع العمل والأعمال ثم تقاعد واستراح، هو أيضا عامل، وهو يجني اليوم ثمار هذا العمل اللي قدم فيه كل طاقاته كل جهده. ومن واجبنا في حزب العمال وفي الوطن الأردني، من واجبنا أن نقدم لهؤلاء جميعا، للعامل والباحث عن العمل والمتقاعد وربة البيت، من واجبنا أن نقدم لهم كل الحماية، كل التأمينات الاجتماعية، وأن نكون صوتهم. هذا الحزب بده يكون صوت كل عامل وعاملة في كل زاوية من زوايا وطن، من الضرة للدرة، في كل مكان، في المخيمات، في البوادي، في القرى، في الأرياف، في المدن، في الأحياء، في كل مكان حيكون مهمتنا في حزب العمال إنه نحمل صوتكم إلى كل مواقع القرار، إلى البرلمان، إلى الحكومة، إلى غرف الصناعة والتجارة، إلى البلديات، إلى مجالس المحافظات، أينما وجدت ساحة من ساحات صنع القرار، وأينما كان صنع القرار منتخبا، راح يكون حزب العمال موجود وسيخوض هذه الانتخابات دفاعا عن عمال الأردن. اليوم نحكي عن حزب، هذا الحزب يحمل أفكار واضحة، هذه الأفكار تنطلق من هوية، هذه الهوية بنسميها الديمقراطية الاجتماعية. للي ما سمع بهذا الاسم، هي مدرسة فكرية واسعة عريضة فيها تباينات كثيرة. هذه المدرسة الفكرية تقود فلسفة اقتصادية اجتماعية سياسية، نجحت وين؟ نجحت في خلق دولة الرفاه. تعرف شو معنى كلمة رفاه؟ وشعارنا عدالة حرية رفاه. رفاه يعني مش بس إني أعيش منيح، لا، بدي أعيش أكثر من منيح، بده يكون عندي خدمات تأمين صحي شامل لكل مواطنة ومواطن في هذا البلد،
وفي المرحلة اللي وراها لكل مقيم في هذا البلد، لأنه هذا حق، هذا حق إنسان لا تنازل عنه. وأحد أهم واجبات الدولة هي أن تؤمن للمواطنين والمواطنات وللمقيمين والمقيمات هذا الحق الإنساني. ولما نحكي عن تأمين صحي شامل، هو واحد من أهم مطالب هذا الحزب اللي راح يشتغل عليها، وححكي لكم في الآخر ما راح نجيب المصانع، لأنه كل ما بنطلب مطالب من دولتنا بيطلعوا لنا الإخوان اللي قاعدين الآن في سدة الحكومة والبرلمان، بيطلعوا يحكوا منين يا حسرة، ما احنا دولة فقيرة، والله يا ريت احنا أمنيتنا نأمن كل الشعب الأردني. راح أعطيكم من وين راح نجيب المصاري، من أين ستأتي الإيرادات. فلما بنحكي دولة رفاه، وهذا الحزب يطالب بدولة الرفاه اللي هي واحد من شعاراتنا، بنحكي عن تأمين صحي مجاني شامل بما في ذلك الأسنان. وكل يقنا هون بهاي القاعة أسناننا ما شاء الله شحالة يمتلا وأنا أولكم يعني فكروش. وأيضا الصحة النفسية والعقلية. الصحة النفسية والعقلية اليوم مجال كبير، اللي ما بيعرف الإحصائيات أكثر من 33% من المجتمع الأردني ومن العالم، يعني مش تفكروا إنه إحنا نشاز عن العالم، مصابون بأمراض نفسية مختلفة، على رأسها الاكتئاب والقلق، اضطرابات الاكتئاب والقلق. وهذا إذا بدي أحكي لسه عن الداء الأعظم اللي بدأ يتزايد في مجتمعنا، المخدرات. هذا الحزب بيطالب بشمول التأهيل والعلاج من الإدمان على المخدرات ضمن هذا التأمين الصحي الشامل. وهذا بتطلب إنه يكون في كل محافظة على الأقل، إن شاء الله بعد هيك أكثر من هيك، يكون في مركز للتأهيل وللعلاج من الإدمان. لما بنحكي دولة رفاه بنحكي عن تعليم، نحكي عن تعليم محترم بجودة في مدارس في مدارس الحكومة وفي الجامعات الحكومية. اليوم مدارس الحكومة بالزرقاء شو وضعها؟ كم طالب في الصف؟ 65؟ كيف بده يتعلم 65 طفل قاعدين في الصف، خصوصا لما بنحكي عن المراحل الابتدائية؟ كيف بدهم يتعلموا هذول؟ وكم معلمة موجودة في الصف؟ ما عندنا غير معلمة واحدة يتيمة. في الدول المتقدمة الصف بيكون فيه 3 معلمات في نفس اللحظة. وعلى كم طالب؟ الحد الأعلى 22 طالب. في الدول الرفاه اللي احنا بنحاول أن نصل إلى مستواها. حزب العمال بده يشتغل على هذا الكلام، بده يشتغل على التوسع في بناء المدارس وتوفير قاعات صفية للطلاب، بده يشتغل على رفع سوية المعلمين والمعلمات وتأهيلهم من أجل التعامل مع طلبة القرن اللي احنا عايشين فيه، عصر تكنولوجيا المعلومات. اليوم أولادكم أنا متأكدة لو بروح على المدرسة غصبا عنهم يمكن 10%، مظبوط 10% يمكن اللي بيروحوا هدول الشطار كثير بيجيبوا علامات كاملة، هدول بيحبوا يروحوا على المدرسة بغض النظر عن أي حد. ولكن 90% الآخرين بيروحوا غصبا عنهم. ليش؟ لأنه المدرسة اليوم فقدت العناصر اللي بتخليها جذابة للطفل. اليوم الطفل عنده تلفزيون وعنده موبايل وعنده إنترنت، والأطفال الأغنى شوي عندهم بلاي ستيشن وعندهم إكس بوكس وعندهم عدد هائل من الأشياء اللي تلهيهم. فأنا إذا المدرسة ما بدها تقدم للطفل هذه الوسائل وتستفيد منها وتوظفها في تعليم الأطفال، معناته المدرسة راح تفشل في القيام بمهمتها. وهذا دورنا بكرة كحزب عمال، كيف بدنا نطور البيئة المدرسية والأدوات والوسائل التعليمية ونرفع من كفاءة المعلمين ونتحول فعلياً من التعلم المتمركز حول المعلم إلى التعلم المتمركز حول الطالب. هذا الشعار رفعه برنامج الـ FK من الـ 2000، ولكن مع الأسف فشلنا في الوصول له لأنه ما كان في استراتيجية سليمة في الدولة من أجل التحول إلى هذا الكلام. إذا إحنا لما بنحكي دولة رفاه، بدي أولادي لما أحطهم في المدرسة الحكومية ما أكون خايفة عليهم إنه حيجي ولد ويعطيه حبة كبكورن ولا حبة بلوميث ولا كريستال ولا ما أعرف شو أسميهم،
ولا يعطي له جوكر. بدي اطمن اي في ناس شكلها بتاخذها والله احلم. بدي اطمن انه اولادي في بيئه امنه في مدرسه امنه، وبدي اطمن انه التعليم الحكومي عم بقدم مستوى محترم لبناء الانسان، لانه ما في اصلاح لا سياسي ولا اقتصادي ولا اجتماعي ولا قيمي يبدا الا ببناء الانسان. وعشان هيك هذا الحزب اسمه حزب العمال، لانه يتمحور حول الانسان، يركز على الانسان وكيف بدي احقق رفاه هذا الانسان وكيف بدي اجيب له العداله والحريه. لما بنحكي عن دوله رفاه، لساتنا عم نشرح عن دوله الرفاه، بنحكي عن نقل، وسائل نقل عام. الاردن يا جماعه يعني الازمات السير الرهيبه، واحنا جايينكم من عمان الزرقاء ساعتين الطريق، في حين انك لو جيت بالليل الطريق 20 دقيقه 25 دقيقه. ليش؟ ليش؟ لانه ما كان في تخطيط من اجل انشاء وسائل نقل عامه. النقل العام هو اساس من اساسيات العمل مش رفاه، لانه اذا بدي ادبر شغل بدها تطلع بنت الزرقاء تروح تشتغل بعمان وترجع، بدي يكون في عندها خط مواصلات، بدي يكون عندها قطار خفيف او سكه حديد او بصات على مدار كل 10 دقائق بتحرك الباص وبيطلع بمواعيد منتظمه وبرجع في مواعيد منتظمه ومغطي كل نقاط التحميل والتنزيل عشان تقدر تشتغل. ونفس الشيء ابنائنا في المحافظات، ليش ابن اربد يهجر اربد؟ وليش ابن معان يهجر معان؟ وليش ابن الطفيله يهجر الطفيله؟ لا، بيطلع بيشتغل حيثما وجدت فرصه العمل وبرجع على داره. بتضلها المحافظات والمناطق النائيه مخوله باهلها، بصير فيها تنمية وبترتفع أسعار الأراضي والعقارات بدل الأزمات التي خلقت في عمان والزرقاء وإربد اللي أصبحت هي في الواقع الأماكن الوحيدة لفرص العمل. إذا لما بنحكي عن دولة رفاه نحكي عن تعليم، نحكي عن تعليم عالي مجاني. معظم دول العالم ومعظم الدول العربية إن استثنينا الأردن ولبنان تقدم التعليم مجانا في الجامعات لأبنائها، بل وبنقدمه مجانا للضيوف للناس اللي جايين على البلد مقيمين. احنا اليوم الساعة 150 دينار يا جماعة بالجامعات الأردنية والهاشمية، وساعة الدولة 500 دولار. ما هذا الجنون؟ كيف التعليم يكون حق إنسان وأنا بحكي ساعة الطالب 150 دينار؟ مين الاهل في الاردن اللي قادرين يدفعوا سعر الساعه 150 دينار؟ غير عن رسوم التسجيل ال 450 ليره في كل فصل. في كل فصل. هذا جنون. حزب العمال يطالب بخفض رسوم التعليم الجامعي وصولا الى تعليم مجاني في الجامعات الرسميه. لما بنحكي عن دولة رفاه، الرفاه مش بس اقتصادي واجتماعي، بنحكي عن منظومة طبعا تأمينات اجتماعية. قانون الضمان الاجتماعي للأسف قانون غير عادل على الإطلاق بكل نسخه اعتبارا من 2001 لليوم. وجاءتنا نسخة في عهد الدكتور حازم الرحاح، الحمد لله انه تم سحبها. يعني قاد حزب العمال جهد في هذا الإطار مع أحزاب أخرى منها حشد والوحدة الشعبية وحملة صوت العمال. قدنا جهد باتجاه التراجع عن هذه التعديلات الخطيرة التي جاءت بها مؤسسة الضمان الاجتماعي دون ما استشارة مع أحد، وكانت راح تتسبب في نكبة لإلنا جميعا وخصوصا للجيل الجديد للشباب والشابات. بدهم يلغوا التقاعد المبكر، بدهم يرفعوا سن الشيخوخه، وبدهم يغيروا حسبه الرواتب التقاعديه، قصه كبيره. بس الحمد لله اليوم مع تغيير مدير المؤسسه، المدير الجديد يحمل خطه، وحيكون ان شاء الله في تواصل معه من اجل تعديل هذا القانون الظالم. الحمايه الاجتماعيه هي مساله اساسيه في دوله الرفاه وفي منظومه حزب العمال. الحريات،
اليوم اللي فيكم ناشط على الفيسبوك، اليوم الناس بتخاف حتى انها تكتب كلمه. للاسف لدينا قانون سيء اسمه قانون الجرائم الالكترونيه. في ماده تحديدا الاشكاليه في ماده هي الماده 11 في هذا القانون، ويرتبط هذا القانون مع قوانين اخرى منها قانون العقوبات ومنها قانون المطبوعات والنشر وغيرها. وهذه المنظومه للاسف ساهمت عبر تطبيقات احيانا انحرفت عن القانون، واحيانا كانت معززه ببرود القانون، ساهم في تخويف الناس. لا يمكن يكون في اصلاح بدون حريه، ولا يمكن يكون في احزاب بدون حريه. ولذلك حزب العمال يتبنى اطلاق جميع الحريات من خلال اعاده النظر في كل منظومه التشريعات الناظمه للحريات العامه والخاصه. بنحكي عن تعديلات تطال 13 قانون عشان نتمكن نشجع الناس انها تحكي وانها تعبر عن رايها بحريه وبجراه وبدون خوف. الخوف لا يصنع مواطن، الخوف يصنع عبدا، والعبد لا يبني وطن. الحر هو من يبني الوطن، المواطن هو من يبني الوطن. بدنا نرجع الكرامه والحريه والعداله للمواطنين، لانه ما في وطن يمكن ان يكون قويا ولا حرا ولا مستقلا ولا سيدا في قراره داخليا وخارجيا ان كان المواطن فيه خائفا ومرعوبا. العداله، كلنا هون بنشكي اذا قصينا مخالفه سير بنروح ندور على حدا يتواصل لنا عشان نشطب المخالفه، صح؟ اذا وقفنا شرطي بنص هالليالي مش حامل هويه فبنمسك هالتليفون، الحقني يا فلان، الحقني يا علان، وين النائب الفلاني يجي يطلعني. اذا وقعت في مشكله اكبر ببحث عن وزير او عن نائب. اذا بدي عفا بدي وزير او بدي نائب. بمعنى انه في هذا الوطن مع الاسف وفي اوطاننا العربيه وفي منظومه الدول البعيده عن الشعارات الثلاثه اللي احنا بنحكيها، البعيده عن العداله والحريه والرفاه، انت ما بتاخذ حقك الا بناء على الظهر اللي بيسندك. مين ظهرك؟ مين واسطتك؟ وين العدل؟ جيتك. تمام. المشروع اللي احنا جايينكم فيه، المشروع اللي جايينكم فيه اللي اسمه حزب العمال، راح يكون هو ظهرك، راح يكون هو واسطتك، راح يكون هو سندك. هذا الحزب بأعضائه اللي راح يكونوا معديين الأردن بإذن الله من شماله لجنوبه، راح يكونوا هم أهلك وعزوتك وعشيرتك، وهم اللي بتعرفوا في المكان الفلاني وفي المكان الفلاني وفي المكان الفلاني. بكرة لما وحدة فيكم بمخيم الزرقاء تحكي أي، يهجم وراها 1000 2000 3000 واحد من كل الأردن، من معان والطفيلة والكرك وجرش وعجلون. هذا هو معنى الانتماء إلى حزب يصهر الناس في هوية وطنية حقيقية توحد بين الناس تحت شعار العدالة والحرية والرفاه، تحت سقف دولة القانون، دولة العدالة، دولة المؤسسات. ما في فرق في هذا الحزب وفي الدولة القادمة إن تمكننا من فهم التغيرات الكبرى القادمة، إن تمكننا كشعب من الالتفاف حول حزب يشبهنا، حزب يمثلنا، حزب الناس اللي فيه نعرفهم، نعرف تاريخهم، نعرف مين هم، وبنعرف تضحياتهم، وبنعرف انهم صادقين
أو أنهم منافقين وكذابين ودجالين ومن جماعة قناصين فرص اللي بيوصلوا للموقع وبيديروا ظهرهم للناس اللي وصلوه. طبعا للأسف للأسف شوه سمعة مجلس النواب بسبب سلوكاته. تعرفوا شو أسمى وظيفة بالعالم؟ مش الطبيب، مش الطبيب ولا المهندس. الأردنيين كلهم بتراقبوا عشان يصيروا طبيب ومهندس. تعرفوا شو أسمى وظيفة في العالم؟ أسمى شرف، إنك تمثل الناس، إنك تدافع عنهم، تدافع عن حقوقهم وحرياتهم في البرلمان وفي قاعات القضاء والمحاكم. أسمى وظيفة يفترض أن تكون النائب والمحامي. بس اليوم شو حال المحامين ببلدنا؟ وشو حال النواب؟ وهل ما زالوا يدركون ما هي الوظيفة التي يقومون بها؟ ولا كل شيء تحول لفلوس؟ كل شيء تحول لمصالح؟ وانحرفوا عن الجوهر الأساس. ما في شرف ولا فخر أكبر من أن تمثل الناس، إنه الناس يطلعوا ينتخبوك ويحكوا لك أنا موكلك، روح قاتل باسمي. عموما حزب العمال حزب يحمل مشروعا، هذا المشروع عشان ينجح وأمامنا فرصة قادمة ما شفتونا قبل 4 سنين، ما جيناكم قبل 4 سنين، جيناكم اليوم. ليش جيناكم اليوم؟ لأنه اليوم صار في بند في قانون الأحزاب يقول النص التالي: يمنع التعرض لأي مواطن بسبب انتمائه الحزب. واللي بيتعرض لمواطن بسبب انتمائه الحزبي يحبس ويغرم. يعني اللي بيضايق أي واحد فيكم، ذكراً أم أنثى، شاباً أم ختياراً، بسبب أنه مسجل في حزب وطني مرخص، حزب مرخص، بلاش كلمة وطني البعض بزعل، بحكي لك يعني إحنا الوطنيين إيش مش وطنيين، الكل وطنيين. اللي بيسجل بحزب وبيتساءل وبيتحاسب على تسجيله بروح برفع قضية، وإحنا جاهزين نرفع لكم إياها. إحنا عندنا 11 محامي في هذا الحزب. وبيحاسب المسؤول وبيروحوا من شغله. وبيغربوا وبيحبسوا. فلا حدا يخوفكم ولا حدا يحكي لكم انتم شو وديكم على حزب العمال او على حزب سين او على حزب صاد. بكره بيجوا سين وصاد وبغفوكم وبحققوا معكم وبيستجوبوكم، بكره ببهدلوكم، بكره ابنك ما بتوظف، بكره ما بياخذ منحه. لا، هذا كان امس. طبعا طبعا هذه توجيهات جلالة الملك، هذا مؤكد، ولكن أهم إنه في نص قانوني. القانون فوق الجميع. اليوم أمامنا كشعب أردني فرصة، فرصة لن تتكرر. تعرفوا ليش لن تتكرر؟ هلا ممكن تيجي فرص أخرى بشكل آخر بعنوان آخر، بس مش في هذا العنوان. ليش مش راح تتكرر؟ أنا شخصياً بدي أحكي لكم عن العمر اللي أنا نضلت فيه كشخص. في ناس أكبر مني سنها نضالها أقدم مني. من يوم ما بدأت الكتابة في الصحافة، يعني قبل 20 سنة من الزمن أو أكثر، حتى بديش أحكي لكم عمري هذا تكتشفوا إني ختيار. أنا بدأت الكتابة من عمري 15 سنة على فكرة. من يوم ما بدأت الكتابة بالصحافة وأنا بطالب بحياة حزبية وبطالب بحكومات حزبية وبطالب ببرلمانات حزبية. ليش؟ لأنه البرلمان لا يمكن ينجح بنائب فرد لو كان عنتر حامل سيف، لأنه النائب الفرد في برلمان من 138 شخص اللي هو عدد النواب القادم
لا يستطيع أن يحقق أي شيء. ما بيقدر. ليش؟ لأنه التصويت بالنهاية بده أكثرية عددية، بده 51% تحت القبة عشان ينجح أي مشروع، أي قرار، أي قانون، أي رقابة، أي مساءلة، أي طرح للثقة، بدك 51%. طب كيف ممكن نوصل ل 51% إلا من خلال الأحزاب؟ كيف ممكن نوصل للملكية الدستورية اللي بيطالبوا فيها المسيسين والمثقفين؟ كيف بدنا نوصل لها إلا من خلال الأحزاب؟ كيف بدنا نوصل إلى إعادة السلطة للشعب واستغلال مواردنا لاستغلال الأمثل؟ كيف إلا من خلال الأحزاب؟ اليوم لأول مرة في تاريخ الدولة الحديثة، لأول مرة تجتمع إرادة جلالة في الملك مع إرادة كل مواقع القرار إنه بدنا نعطي فرصة للتجربة الحزبية، وبدنا نستثمر في فكرة أن الأحزاب يمكن أن تكون الحل لمشاكلنا السياسية والاقتصادية والاجتماعية والقيمية. هاي الفرصة اللي عمرها الزمني سيكون لا يقل عن 20 سنة على فكرة، هاي الفرصة اليوم اللي ركضوا لالتقاطها مش احنا، مش الشعب، مش عموم الشعب، مش الفقراء ولا العمال ولا الكادحين ولا المزارعين ولا عمال المصانع ولا ربات البيوت ولا الشباب العاطلين عن العمل. لا، اللي ركض لاقتناص الفرصة هم علية القوم، هم الذوات وأبناء الذوات وأحفاد الذوات ونسائب الذوات وقرايب الذوات والناس اللي مسيطرين على كل مواقع القرار صار لهم أكثر من 50 سنة. بيطلع من هون برجع من هون، راح هو كبر إجا قرابته، إجا ابنه، إجت بنته، إجا نسيبه. هذول الناس اللي أدركوا إنه عنوان التغيير القادم والمرحلة القادمة هو الأحزاب، ركضوا على الفور وشكلوا أحزاب. والغريب إنهم جمعوا آلاف الأصوات، الغريب إنهم سجلوا آلاف الأصوات في هذه الأحزاب. يبدو هلا السؤال، إحنا الآخرين شو وضعنا؟ ناويين نضل نتفرج في اللعبة القادمة في المشهد القادم؟ ناويين نخليهم يعيدوا إنتاج أنفسهم عبر شعارات حزبية؟ ولا بدنا نتحرك؟ ولا بدنا نلتف حوالين حزب أو اثنين أو ثلاثة نشعر إنهم بيمثلونا؟ نشعر إنه الناس اللي فيهم مستعدين يقاتلوا عشاننا ويضحوا عشاننا؟ إذا ما تحركنا إحنا الأكثرية الصامتة، 70% اللي ما بروح على الانتخابات، 70% الزعلانة، 70% الهدانة، 70% اللي بتحكي فخار يكسر بعضه، 70% اللي فاقد الأمل، اللي بتحكي لك أنت تريد وأنا أريد وهم يفعلون ما يريدون، اللي بتحكي لك ليش أروح أصوت وأحط صوتي بالصندوق؟ ما هم حين أجفوا اللي بدهم إياه؟ ليش أطلع في مسيرة؟ ما هي مبيوعة؟ ليش أروح أكتب على الفيس؟ ما أروح على المدعي العام؟ وهذه السلبية في التفكير وفي السلوك أدت لإيش؟ أدت إنه إحنا في مأمن؟ هل هم في مأمن؟ لا، لا الساكت في مأمن ولا المتكلم في مأمن، ما حدا في مأمن.
وحياتنا عم بتصير من سيء الى اسوأ، والاسعار من غالي الى اغلى، واللي كان اليوم قادر يشتري جاكيت ب 20 ليره اللي بكره ما معه ولا ليره يشتري فيها هذا الجاكيت وبده يلبسه وهو مقطع. نعم، واللي ابنه كان يشتري له كندره جديده للمدرسه كل سنه، اليوم الولد عم بيلبس نفس الكندره حتى وهي ضيقه عليه. فاللي ساكت ما نجي، السكوت مش طريق السلامه. طريق السلامه الوحيد الان والآمن واللي ممكن يغير ويجيب مصاري ويجيب شغل لأولادكم هو الالتفاف حول حزب عنده خطة، عنده خطة لتطوير الأردن، عنده خطة لتشغيل أولادكم، عنده خطة لإعادة العدالة والحرية والرفاه وتحويلنا إلى دولة في مصاف الدول العظمى مش دولة عالم ثالث. الأردن ما بصير يكون دولة عالم ثالث، عيب يكون دولة عالم ثالث. اتفرجوا على الخليج العربي كلكم اليوم بدكم تروحوا نفسكم تروحوا على قطر، كلكم نفسكم يكون معكم بطاقة ايش اسمها هيا هيا بطاقة هيا عشان تروحوا تحضروا المباريات في قطر. شو قطر؟ مع الاحترام جزيرة صغيرة في هالخليج، ولكن حطت خطة، قيادتها حطت خطة ونهضت بمستوى الإنسان وبمستوى الطبيعة وبمستوى البيئة وصارت معجزة. إحنا الأردن إحنا أولى من كل هؤلاء القادمين الجدد. إحنا بلاد الشام، إحنا عمرنا آلاف السنين، عمرنا عشرات آلاف السنين، مش آلاف السنين، عمر الحضارة مش عمر الإنسان، عمر الحضارة. وين اليوم فرصتنا الأخيرة في تحول سلمي حضاري قانوني دستوري آمن وتدريجي يقودنا جميعا إلى بر الأمان بالالتفاف حول حزب عنده خطة، ونحن في حزب العمال عندنا خطة، وأنا راح أحكي لكم جزء من هذه الخطة. بعد مؤتمرنا التأسيسي راح نعلن البرنامج كامل، برنامج الحزب، ومن وين حنجيب القروش؟ بس أنا حأعطيكم شوية لمحات منين حنجيب القروش؟ وكيف راح نشغل الناس؟ عشان نحقق لكم المطالب اللي إحنا حاملينها. منين بدنا نجيب القروش؟ حكومتنا الرشيدة عملت لجنة اسمها لجنة التطوير الإداري. أنا شخصياً وأعضاء حزب العمال سموها لجنة التخريب الإداري. هذه اللجنة بدل ما تطلع بتوصية بحل الهيئات المستقلة اللي ما إلها داعي وترويحة الشركات الحكومية اللي عمالة تنهب على الطالع والنازل وترجع هاي الصلاحيات للوزارات السيادية، طلعت بالعكس، أوصت بحل الوزارات الاستراتيجية وأبقت الهيئات. روحت وزارة التعليم العالي ودمجتها مع التربية، وروحت وزارة العمل ووزعت دمها بين الداخلية ووزارة الصناعة والتجارة، وروحت وزارة النقل والأشغال ودمجتهم مع بعض النقل والأشغال والأسكان كأنه النقل عبارة عن زفت. إحنا في حزب العمال عندنا فريق. وين أمجد العرام؟ وين الدكتور أمجد؟ وين الشيخ؟ عندنا فريق يقوده الدكتور أمجد العرام ابن الطفيلة وابن عمان. ترى هو بيزعل لما تحكي له ابن الطفيلة لأنه مولود بعمان. مولود حتى بالشام كمان. يقول هذا الفريق الدكتور أمجد العرام واحدة من الخطط المهمة اللي طالع فيها أعضاء هذا الفريق إعادة هيكلة مؤسسات الدولة لتوفير الأموال من جهة و
اسمعوني شو عم بحكي. توظيف 50,000 شاب فورا. توظيف مش فرص عمل، توظيف يعني وظائف حكوميه. هذا الحكي راح تسمعوه وبالباوربوينت حينشرح في المؤتمر تبعنا كيف راح نوظف ال 50,000 شاب فورا. هذا الفريق الاستراتيجي اللي بقوده الدكتور أمجد وآخرين في الحزب، في معنا ناس حملت شهادات دكتوراه من أمريكا في الاقتصاد وفي السياسة، رجال أعمال محترمين بيديروا بزنس كبير في جميع أنحاء العالم، وحتشوفوهم راح تتعرفوا عليهم في المؤتمر التأسيسي. لدينا خطة، هذه الخطة بتدخل لخزينة الدولة كل سنة ما لا يقل عن مليار دينار فقط، مش من جيبتنا زي كل مرة، مش من رفع أسعار الوقود والمحروقات والكهرباء والمي، لا، فقط بتصويب أوضاع العمالة الوافدة والمقيمين في المملكة الأردنية الهاشمية. مليار دينار إيرادات للخزينة بدون ما يدفع أي مواطن أردني فلس من جيبته. لدينا خطة من أجل استثمار ثرواتنا الوطنية اللي مش راضيين يستثمروها حتى الآن. أول شيء راح يعمله حزب العمال إذا وصلنا يوما للسلطة، إذا كنا يوما في الحكومة أو كنا فريق معارض قوي، إنشاء شركة مساهمة وطنية الحكومة فيها 50% والقطاع الخاص الأردني 50%، تفتح لكل مواطن أردني بالاستثمار فيها إن شاء الله بدينار، بعشر دنانير، بمئة دينار، من أجل استخراج النفط والغاز اللي إحنا على يقين بأنه موجود، مش على طريقة فراريف العجايز، لا، لأنه قرينا عشرات الدراسات باللغة الإنجليزية وتمدمجت عيوننا وإحنا بنقرأها ووصلنا إلى قناعة بأنه النفط والغاز موجودين. بس المشكلة إنه ما عندنا حكومة عندها سيادة على قرار الوطن. هاي الحكومة بتيجي لما بيجي حزب حقيقي. حزب حقيقي بيلتف حوله الشعب الأردني، بيبعثوا على البرلمان وبيبعثوا على الحكومة وبعدين بيحاسبوا على تنفيذ هذه الوعود. أنا بدي أكتفي بهذا المقدار، طولت عليكم، إن شاء الله يا رب المغرب تنتصر في هذه المباراة. آخر فريق عربي في البطولة كم؟ 1-0، برافو، وجبنا خير على المغرب إن شاء الله يا رب يرفعوا راسنا، بيستاهلوا المغرب. آخر كلمة بدي أحكيها، لا يأس مع الحياة ولا حياة مع اليأس. لا يغير الله ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. بدنا نتفائل، بدنا نشتغل، بدنا نحط ايدينا في ايدين بعض، ونحن قادرون على صنع مستقبل افضل ومصير افضل للأردن ولنا جميعا. شكرا لكم.